shaqada waa laf dhabarka bulshada aba Soomaaliyeed ee ku dhaqan xarada qaxootiga xagdheer isla markaasi ku shaqeysanayo hagaajinta jalaatada abahan ayaa muddo ku dhabaad 4 sano ku shaqeysanahay hagaajinta jalaatada isla markaasi ay aad u xiisayaan arruut yar yar ka isla markaasi markay ka soo baxaan waxbarashada sida dugsiyada hoose dhexe hadaba marana ku ragalnay xaaladda uu ku shaqeysta abahan ayaa nagu warameey isla markaasi wuxuu ka codsaday hay'adaha samafalka daqbixiyasha صرنا تقصي على ركيب ثلاثون صدق إنه ركيب يولي النوع كله أو النوع ثلاثون ثلاثة دليله شو صرنا هو نوعية سكمة أو شو صار صار بدل ما كله كنا هو قبل اللي طاول اللي أيام نشوفه قبل شيء ووش غيره وسجارة تقول ما كنت تجنا هنقول سعيد ثلاثة كدلاش يعني خسارة شغل ما أنا أرد والله أنا وحي هذا إنه ينادى أو سري أو هو شيء أو وش أو ما أنا إنه ينادى ما أنا كافر شيء هذا بقى بانه خلاص ما برمى كاي هلاوة تور ما هي سنة وحتى ما كود في نجات وانو انو دارون ما هي سنة وانو بانه الله هنا إذا إن أي معاوية أو يعني هو هس يعني أنا هنو بانه إني كرب نو بقى بتن أدي أبي أنا بانه أنا هي هذا أوكي أو تسيا أنا أي كليان أو هوسنا قبل ما تام أحرق أو شنو أنا أي وحنا قصنا أو خرب كان لو هيا شيء أنا يام قصنا يا أنا يا ما تقول أنا سمع أنا يا مر ما أنا مع أنا يا أنت أم غي يا ولد يا أنا يا راتوها يعني أنا إشغال إشغال أي كافر إيش markii ugu horeysay abba sidana kulaan kula kulmay xarada qaxootiga xagar dheer xasan umar xasan kaafi ha qaxootiga dhadhaab